العلاقة الزوجية أثناء فترة الحمل، هل الدكتور قالك ممنوع ولا ماما اللي قالت لك ممنوع ولا قريتيها على جروبات الحوامل والمامز؟ هل فعلا ممكن يسبب إجهاض؟ طيب الدكتور والمامز اللي بيقولوا الكلام ده بيقولوا بمزاجهم كده ولا على أساس والأسباب معينة؟ ولو على أساس وأسباب معينة ايه هي الاسباب دي؟ طيب هو ممنوع لكل الحوامل ولا ناس وناس؟ طيب هل في اوضاع او احتياطات معينه ممكن نعملها علشان خاطر نحمي نفسنا؟ كل الاسئله دي واكتر هنتكلم عليها في فيديو النهارده. قبل ما نبدا الفيديو محتاجين ان احنا نشارككم في اختيار الفيديو القادم من خلال ان انتوا تكتبوا في الكومنتات واحد او اتنين حسب الفيديو اللي انتوا هتختاروه يكون المره الجايه في الكومنتات، واكتر فيديو هيتكرر هو هيكون الفيديو القادم. اول فيديو معانا هو عن الاجهاض، تاني فيديو معانا هو عن وسائل التجميل في النساء والولاده. اكتبوا في الكومنتات واحد او اتنين عشان خاطر نختار من خلال الكلام ده الفيديو القادم. يلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. السؤال الاول، هل يمكن ممارسة الجنس او العلاقة الزوجية اثناء الحمل؟ عايز اقولك ان الجنين بيبقى ببطنك متحاوط حواليه بسائل امنيوسي داير ما يدور، السائل الامنيوسي ده متحاوط بجدار الرحم وعضلات قوية، وبالتالي الجنين بتاعك محمي بشكل كويس جدا، فما تخافيش عليه الخوف المرعب او الخوف الزائد عن اللزوم ده. ففي العادي طالما انت ما عندكيش مشاكل في المشيمة او مشاكل تؤدي لولادة مبكرة او بعض انواع مشاكل الحمل اللي هنتكلم عليها برضو في الفيديو ده، ساعتها عايز اقولك ان انت مفيش مشكلة في العلاقة الزوجية وبتعملي العلاقة الزوجية عادي. بس هنا في نقطة مهمة محتاجين نقولها، ان الحمل احيانا بيغير في شوية حاجات تانية خاصة بالجنس زي الرغبة بتاعتك ومستوى راحتك وشوية حاجات كده. السؤال التاني، هل العلاقة الجنسية اثناء الحمل ممكن تسبب اجهاض؟ الاجابة لا. طالما انت ما عندكيش اي مشاكل والدكتور ما منعش عنك العلاقة الجنسية، فساعتها العلاقة الجنسية ما بتسببش اجهاض. وخلينا نقول ان الاجهاض ليه نسبة يعني معينة طبيعي ان هي تحصل في الحمل بسبب عدم اكتمال نمو الجنين، يعني في نسب كتير بنتكلم عن متوسط حمل كل 8، يعني كل 8 حوامل لو جبناهم كده هنلاقي في واحده منهم اجهضت طبيعي جدا من غير اي مشاكل، ما عندهاش اي مشاكل، وان شاء الله لو حملت تاني هيبقى الدنيا كويسه. بس احنا طبعا طبعا جوانا روح المفتش كرومبو، ولازم نشوف مين المتهم، ولازم نفضل ندور ونشوف احنا عملنا ايه وكلنا ايه وعملنا ايه ورحنا فين. والست لازم تشوف متهم الحقيقه، يعني تشيله النقطه دي. حتى احيانا السيدات بيشيلوا نفسهم ذنب، مش ذنبهم ان هم السبب في الاجهاض، وهو ما بيبقاش ليهم ذنب، هو ربنا سبحانه وتعالى ده القدر. واحنا لو دورنا بنظريه الاحتمالات عن الجنين ده هيكمل ولا مش هيكمل، يعني احنا لو لاحظنا كده وشفنا الحيوان المنوي الصغير داخل وقعدنا نفكر في كل خطوه من خطوات الحمل وازاي بتحصل، هنلاقي ان الطبيعي ان الحمل ما يكملش، ان ربنا سبحانه وتعالى بيكمل الحمل دي من رحمته. فاحنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنحمل، بلاش نشيل هم الاجهاض ونقول ليه ومش ليه والكلام ده، لان دي قدر ربنا سبحانه وتعالى. لازم نثق ان ده الخير، ولازم نثق ان احنا عملنا اللي علينا، مفيش اي مشكله، ونكمل عادي مفيش مشكله. واحمدوا ربنا ان انتوا بتحملوا، في ناس تانية مش قادرين يحملوا، والناس اللي مش قادرين يحملوا احمدوا ربنا، لان في ناس غيركم اصلا كبروا في السن ومبقوش قادرين يحملوا، والناس اللي كبروا في السن احمدوا ربنا لانهم بصحوا. احنا كل واحد يا جماعه مش محتاجين نتبطر على حالتنا، لا احنا نحمد ربنا على اللي احنا فيه. مهم نخش في السؤال اللي بعده، ما هي افضل الاوضاع الجنسيه؟ الحقيقه ده سؤال بيتسال بس الناس معظمها بيتكسفوا يسالوه، مع ان في ناس كتير بيبقوا عايزين يسالوه بيبقوا مكسوفين يعني والكلام ده كله. بصوا يا جماعه، مفيش اوضاع معينه كتالوج ده وضع افضل، الكلام ده مش موجود. الفكره كلها ان انت تبقي مرتاحه والطرف الثاني يكون مرتاح، ما يحصلش تنطيط او اوضاع ممكن تسبب السقوط او انتوا فاهميني طبعا، يعني يفضل ان الطرفين يكونوا مرتاحين، الوضع امن، مش هيحصل منه اي خبطات او سقوط او مشاكل. السؤال اللي بعده، ليه يا دكتور بعض الحالات الدكاتره بيمنعوهم ان هم يعملوا علاقه زوجيه؟ ده لان السائل المنوي فيه ماده اسمها البروستاجلاندين، لو تفتكروها احنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده بتاع علامات الدوره الشهريه، الماده دي بتسبب تقلصات. كمان مع تحفيز الثدي واحيانا في بعض السيدات مع النشوه الجنسيه والكلام ده كله بيحصل تقلصات. فاحنا لو في اي مشاكل زي المشاكل اللي احنا هنتكلم عنها السؤال اللي بعده، بنمنع السيدات ان هم يمارسوا العلاقه الزوجيه، او بيبقى في شويه بريكوشنز وحاجات كده بنبدا نقول لهم عليها. بس ده احنا زي ما قلنا في حالات معينه. السؤال اللي بعده، ايه هي الحالات دي؟ الحالات دي طبعا الاقدر ان هو يحددها الدكتور اللي انت متابعه معاه، بس في خمس حاجات شائعه كده. زي اول حاجه، ان احنا بنلاقي نزيف مهبلي مش لاقيين ليه سبب، لو حضرتك عندك تسريب في السائل الامنيوسي، لو عنق الرحم اتفتح قبل اوانه، او في عدم كفاءه في عنق الرحم، او المشيمه بتغطي جزء او بتغطي كل عنق الرحم، او لو حضرتك عندك تاريخ مرضي من الولاده المبكره والطلق المبكر. طيب يا دكتور، لو انا يعني مفيش اي مشكله ومفيش اي حاجه، بس انا حاسه ان انا ما عنديش رغبه في العلاقه الجنسيه، هل ده طبيعي في الوقت ده ولا طبيعي وما تلاقيش ومفيش اي مشكله؟ حاولي بس ان انت ما تخليش ده حاجه تقف في علاقتك مع
جوزك، حاولوا تتكلموا مع بعض، يعني وضحي له ان المشكله مش فيه ولا المشكله فيكي، هو دي حاجه طبيعيه ممكن تحصل في الوقت ده. حاولوا تتشاركوا مع بعض الكلام، المواقف، المخاوف بتاعتك، حاولوا تبقوا سبورتيف لبعض. كمان لو في اي احتياجات لجوزك او الحاجات دي كلها، في طرق تانية كتير ممكن نبدا نغطي بيها الموضوع ده، يعني اظن يعني انتوا عارفينها او ممكن نتكلم عنها في فيديو تاني او حاجه. لا تنسوني اهلي من صالح دعائكم، ودمتم سعداء واصحاء. ما تنسوش ان انتوا تشاركوا في الفوت اللي احنا عاملينه عشان خاطر تختاروا الفيديو القادم من خلال الكومنتات. مع السلامه.